في الغلاء، في البطالة، في الإحباط عند الشباب، في إلقاء الشباب بنفسه في قوارب الموت من أجل الحفاظ أو البحث عن القوت حتى يأكله الحوت. وهذه مأساة حقيقة نعايشها ونواكب عواقبها في كل يوم. وأيضا من العوامل السلبية التي يبعث بها التأزم في مجتمعنا الانسداد السياسي. والانسداد السياسي كذلك يتجلى في ذبذبة معينة لا نجد لها تعليلاً، فالمواطن والمواطنة يلقون بأسئلتهم حول هذا الواقع فلا يجدون أيضاً الإجابات الكافية الشافية. ومن هنا يعني أصيب المجتمع بأيضاً بعض الإحباط، لأنه يلاحظ عدم الوفاء من هذا الانسداد، عدم الوفاء بالوعود وعدم تحقيق ما هو منشود وعدم تحديد الخطة الموعودة التي تمكننا من التجاوز التأزم وما إلى ذلك. هذه العوامل بصفة عامة تصنع الهشاشة التي يعاني منها الوطن. ووطننا للأسف الشديد الذي هو طاقات حية وحيوية أصبح يعاني نوعاً من الهشاشة التي لم تمكنه من التصدي الحقيقي للتحدي.